إلى التمرين الثالث. إذا عندك تمرين فيه طاليس مباشرة ولا كتير معه. هاد النقطة هادي راه اس، إلا ما كانتش باينة اس، إذا الحل التمرين. إذا لنحسب، نحسبو عفوا، لنحسب او ان و اس ان. إذا غنكتبو شروط تطبيق مبرهن الطاليس. إذا غنعتبرو هاد الوضعية هادي اللي فيها هاد المستقيمان متقاطعان في او، وعندنا ام اس يوازي اف ان. اذا انا نطبقو مبرهن الطاليس هي او ام على او ان تساوي او اس على او اف تساوي ام اس على اف ان. اذا الى عوضنا، عفوا الى عوضنا هنا، او ام حسب المعطيات تساوي 2، او ان ما عندناش هي مطلوبه، او اس تساوي 3، او اف 6، ام اس ما عندناش وهي مطلوبه، على اف ان اللي هي 12. اذا نجد بان او ان تساوي 6 في 2 قسمة 3، وهي كتساوي 12 على 3 اللي هي 4، و ام اس تساوي 12 في 6 قسمة 3، عفوا 12 في 3 قسمة 6. الى اختزلنا 12 مع 6 تولي 2، 2 في 3 هي 6. اذا ام اس تساوي 6 و او ان تساوي 4. السؤال الثاني، لتكون او نقطة من المستقيم ام ان، اعتبرنا او نا، حيث المسافة من اف الى او تساوي 18. سؤال، هل هذا المستقيمان متوازيان؟ اذا نعتبر او نحسب اولا نسبتين اف او على اف اس، فنجد بانهما متساويتان، كلاهما يساوي 2 على 3. إذن هذا لا غير كافي لإثبات أنهما متوازيان. إذن خصنا واحد الشروط، نعتبر المثلث FES المثلث. إذن بما أن O تنتمي إلى القطعة FS و N تنتمي إلى القطعة FE، فهذا يعني أن النقط في نفس الترتيب. إذن حسب مبرهن الطاليس العكسية فإن المستقيمان متوازيان. شكرا، وسنتطرق إلى مبرهنات فيثاغورس في فيديوهات قادمة إن شاء الله.